ولا حروح هلا لمحطتنا التالية رح نحكي فيها عن الرياضة، والرياضة حياة مثل ما بنعرف، وقد ايه عنا انجازات رغم كل الظروف اللي مرينا فيها. واليوم رح نحكي ونستضيف ايضا احد هي المنجزين بمجال الرياضة، ولكن خلينا بالبداية نعرف اكثر شو نوع الرياضة اللي رح نحكي عنها اليوم يا هايدي. صحيح يا سلمان، رح نحكي اليوم عن رياضة الماي تاي او الكيك بوكسينج كرياضة عالمية منتشرة بشكل كبير بالفترة الأخيرة. معروف عنها انه بتجمع اكثر من رياضة بآن واحد، مرغوبة عند الرجال والنساء وحتى الأطفال. اكيد إلى فوائد عديدة، من أهمها يمكن الدفاع عن النفس وتقوية العضلات والتخفيف من التوتر والضغط. لنتعرف أكثر مشاهدينا على هي الرياضة. بيسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكابتن علي المصري، يسعد صباحه. صباح الخير. والطفل البطل يلي حقق 3 ذهبيات بالمواي تاي والكيك بوكسينج بعمر ال 13، اسمه محمود المصري. محمود، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لكم. صباح الخير للبرنامج الحلو اللي عم تسلطوا الضوء للابطال اللي عم يمثلوا الجمهور العربي السوري. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم كابتن، اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. محمود اليوم معنا بطل وانجازات متعدده رح نحكي اكثر عنها، ولكن بالبدايه كابتن يعني خلينا نعرف الناس اكثر اليوم المواي تاي، مزبوط، او الكيك بوكسينج، خلينا نحكي اكثر عن هاي الرياضات وكيف بدات عنا كمان بسوريا. الله يعطيكم العافيه. كمان انا في عندي كمان صبيه شاركت معي بالبطوله العربية وجابت 2 ذهب، بس لأسباب صحية ما فيها أجد. أنا بوجه لها تحية، أكيد. اسمها راشيل بخود، هي بطلة ولاعبتي كمان. المواي هي لعبة تايلاندية، يعني بالعربية هي ملاكمة تايلاندية. هي بتعتمد على لكمتان، كوعين، ركلتان، وكمان بتعتمد على السلاح التاسع، هو اللي هو سلاح الكلانش. الكيك بوكسين هي بتعتمد على الكمتان والركلتان. يعني في يعني فرق او في تشابه؟ لا، ما في تشابه. في تشابه انه الكيك بوكسين بس لكمتان وركلتان، اما هذيك فيها كوع وركب وفي كلانشات. هي اللي بيقولوا عنها الاكل، الاكل بتاع وركب، هي المواتاي. في فرق بيناتهم؟ طبعا اكيد في فرق بيناتهم، لانه الكيك بوكسين هي ما فيها كلانشات، ما في التحام. تمام. محمود مبروك ال3 ذهبيات، خبرنا بداية عن مشوارك بهي الرياضة. أنا بلشت أول شيء كان عمري 9 سنين. حبيت أول شيء هي الرياضة، حبيت إنه شارك فيها ببطولة. لحتى أول شيء شاركت بطولة أندية سورية، جبت فيها ذهبية. بعدين بعد فترة كان في بطولة عربية شاركت فيها، جبت فيها 3 ذهبيات. وشاركت هو أول شيء كنا مشارك بستايل واحد، بعدين شاركت 3 ستايلات إنه أقوالي، وفيني إنه فيني بقدر له أنا. هن ستايلات مواي تاي وكيك بوكسين فول واللايت. واللايت. طيب خلينا نحكي كابتن، اليوم هي الجوائز وهي خليني اقول المسابقات او المباريات اللي بيشاركوا فيها هي كثير مهمه اليوم لتنميه هي الرياضات عنا. خلينا تعطينا فكره اكثر عن هي الرياضه، امتى بلشتوا فيها، تقريبا الفرق اللي عنا كم فريق عنا بهي الرياضه، وقديم عنا انجازات بهذا الموضوع. دائما الرياضات الفرديه نحن عم نحقق فيها انجازات كثير قويه. الحمد لله، يعني الابطال بلشوا من 4 سنين. يعني هي نحن تعذبنا فيهم شوي لحتى اعطيناهم فكره عن الرياضه المواتاي والكيك بوكسين. بس عمليا على مدار السنين اخذوا على موضوع اللعبه وصاروا يحققوا نتائج كبطولات محافظه، لحتى شوي شوي لحتى كسبوا شويه ثقه بالنفس وسرعة ولياقة. حاولوا انه يعني يطلعوا، يعني هي اللعبة بدها قوة. صحيح. وبدها ذكاء. يعني والحمد لله طلعوا على بطولات جمهورية وحققوا نتائج، وبعدها على بطولات عربية، وان شاء الله نحو للبطولات العالمية ان شاء الله. هي اللعبة يعني كثير بالفترة اللي قبل كانوا معتمين عليها الفترة المواتاي، على كونها هي رياضة قتالية.
بس إلى قواعدها وإلى أسلوبها وطبعا إلى الحماية الكاملة للجسم. ونحن هي اللعبة نحن بتمنى أنه يصير في تشجيع لأس أكثر. والحمد لله حققنا نتائج حلوة باللعبة منيح يعني الحمد لله بالعالمين، وفي إقبال كثير قوي له هلا كمدارس صيفيه وك يعني صارت العالم عم تدير اكثر شيء على الانديه والرياضه القتاليه. والحمد لله استطعنا انه نجيب اكبر عدد ممكن من اللعيبه ومفهمين شو هي رياضه المواي تاي والكيك بوكسينج. تمام محمود، يعني من المعروف عن رياضه المواي تاي او الكيك بوكسينج انه ما لازم يكون عمر اللاعب اقل من 15 سنه، خلينا نوضح اليوم عمرك 13، شو المشاكل او الصعوبات يلي واجهتك بسبب سنك؟ في كان مشاكل معينة بما أنه عمرك 13؟ لا ما كان في مشاكل. لا هي أنا بحب اللعبة لأنه بتقوي لي ثقتي بنفسي. حلو. وأنه بتقوي الشخصية كلياتها وقوة القلب. مين شجعك لتدخل لهي الرياضة؟ بي الوالد. حلو. بي والكوتش يدري. حلو. خلينا نحكي شوي اليوم عن المنافسة، مجال المنافسة بهي الرياضات كتير صار موجود عنا، صرنا عم نشوف كتير أبطال وكتير عم بيتشاركوا بمسابقات وعم بيكون في إنجازات. اليوم قديش عم بيكون في عنا هالإمكانيات كلها متوفرة لتدريب الفرق ولتأهيلهم؟ طبعاً الله يعطيه العافية الاتحاد، أنا بوجه تحية للأستاذ منار البزري لأنه والأستاذ إياد الراعي اللي أعطونا الدعم الكامل لهاللعبة. يعني ما في شيء، يعني كله متوفر. وهي اللعبة بدها تقريبا العد الكامل للجسم. يعني الوضع ممتاز وكويس، واللعبة عم تنتشر شوي شوي على نطاق أوسع. نحن بالمرحلة هذه حققنا إنجازات السنة الماضية، السنة هي حققنا إنجازات كثير حلوة ومتقدمة. يعني نحن هلا وصلنا على بطولة عربية، إن شاء الله البطولات السنة الجاية راح نجيب إنجازات حلوة بفضل الدعم الكبير اللي عم يجينا. وإن شاء الله يا رب نجيب إسا مراكز إسا أحسن من البطولات العربية، إن شاء الله البطولات الآسيوية والبطولة العالمية. إن شاء الله يا رب. يمكن كابتن بدي أسألك، شو الفرق اليوم بين الكيك بوكسينج والملاكمة؟ في فرق بيناتهم؟ اكيد. هلا الملاكمه هي تعتمد على اللكمات. اما الكيك بوكسر تعتمد على الركلات واللكمات. عرفت كيف؟ يعني بس في فرق بيناتهم. ايه طبعا. لانه في انت عم تشتغل بركلات واللكمات. والمواتاي بتختلف، يعني ركلات ولكمات وكواع والركبات، والاثنين بدهم مهارات. طبعا بدها مهارات جسديه وبدها ذكاء وبدها ثقه بالنفس وبدها يعني نفس قوي لهاللعبه، هي لعبه قتاليه. اكيد. كابتن، طيب هل في فرق بالتعلم وبطريقه الانجاز بين الشباب والصبايا بهذا النوع من الرياضات؟ لاني نحن بنعرف بنسمع انه الرياضات القتاليه بيكون اتجاه الشباب عليها اكثر من البنات بالعموم، هل لمست هذا الشيء او لا ما في فرق؟ يعني لك عم تقول لي في صبيه اخذه ذهبيات دربتها. اكيد عندي انا فريق صبايا كمان، وهلا كمان هلا بدي شارك كمان فريق صبايا. حلو. لا ما في صعوبه نهائيا، بالعكس الصبايا عم يستجيبوا لهاللعب كثير حلو، قادرين يدخلوا. قادرين وفي عندي يعني طموح لهاللعب الحلو اللي نحن عم نشتغله. يعني اول شيء الصبي بدها ثقه بالنفس. أكيد. وبدها تقوي مثل ما بيقول تقوي العضلات، لا بدها تقوي يعني شخصيتها. وفي عندنا اقبال كثير قوي بالنسبه للصبايا. تمام محمود، خلينا نحكي عن البرونزيات الذهبيه يلي حاططهم اليوم. انت قد ايه فخور بحالك اليوم انك عم تحقق انجازات بعمر صغير؟ الحمد لله كثير. هلا هي بطولة الأندية السورية كانت بالشام. حلو. وهي المواتاي، هي بطولة كأس العراق. وهي الكيك بوكسين فول، وهي اللايت كيك بوكسين لايت. هي اللايت انه مثل تاتش لمس.
من النقاط. حلو، كلهم هدول انجزتهم، شو الفترة اللي انجزتهم فيها؟ السنة اللي مضيت، السنة اللي مضيت كان محمود أجبال. يعني أجبال تعرف في الأجبال أعمار معينة والناشئين لهم أعمار معينة. أول ما دخل ببطولة جمهورية دخل بالأجبال، حقق السنة اللي مضيت حقق ذهبية. على مدار السنة كاملة كنا نحن عم نحضر لشيء للبطولة، لبطولات محلية وبطولة العربية، والحمد لله قدرنا نجيب 3 ذهبيات بلبنان ببطولة العربية. الحمد لله. محمود بدي اسألك، أنت باليوم كم ساعة بتتدرب بهي الرياضة؟ نحن بنتدرب بالجمعة كل يوم. في معسكرات تدريبية بتشارك فيها أو كيف ممكن تتدرب؟ نحن بنتدرب صبح ومساء. اها حلو. كل يوم مثلا سبت تنين أربعة الصبح وأحد ثلاثة خمسة بعد الظهر. أكيد. يعني بالختام بدنا نشكركم على وجودكم كابتن علي وأكيد محمود البطل اللي كان معنا اليوم. بدنا نقول لك ألف مبروك لكل الإنجازات اللي أنجزتها بهالعمر الصغير، وإن شاء الله بنستضيفك بقادم الأيام بيكون لسه في مزيد ومزيد من الإنجازات. شكرا لوجودكم. شكرا لكم، وأنا بوجه تحية للأستاذ عماد حماد رئيس تلفزيون طرطوس على دعمه الكامل لنا. أكيد شكرا. الله يعطيكم العافية. شكرا لكم، نورتونا. شكرا.